أنا بكل إيمان من ديك الأغلبية التي لا تفهم هذه الكلمة تحكم، مازال ما فهمتو شيء شو هو تحكم. كاين شي واحد يعني بوحدو شاد زمام يعني هاد البلاد كلها، هاد الأمور يعني يمكن أن يحرك ويسكن كما يرى. بون، كون أنه يستعمل في المعركة السياسية هذا يمكن نقول لك بأن تقريبا طبيعي. تنساو بزاف بأن القاموس السياسي ديال الألفاظ السياسية راه يعني يصنع في مختبرات. راه كانت واحد العداد ديال 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 العبارات، أحزاب إدارية، التحكم، أحزاب ما عرفتش شنو. ما كاينش أحزاب إدارية؟ نعم أبدا. أبدا. شنو هو حزب إداري؟ أحزاب وطنية. جميع الأحزاب بيان وطنية، لأن يحكمها كلها الدستور، والمرجعية ديالها كلها هي مرجعية المغرب، هي الإسلام، هي الملكية. أنا نبغي نعرف شكون هما هاد الأحزاب الإدارية. أنا نعطيك بكل صراحة نقول لك بأن وضعت سؤال في وقت ما على احد يعني مروجي هذه الفكره قبل يعني 15 سنه تقريبا. قلت له على شنو هو الدليل ديالك؟ قال لي وانت كوزير وتتشوف تتلاقى مع ادريس البصري وكتذكر معاه كوزير داخلية الله يرحمه. قلت له احنا في حكومه واحده. قال لي ايه. قلت له يعني تيبان لك طبيعي ان في حكومه واحده لا يمكن ان نستشار في امور او نناقش امور مع وزراء معينين. لا، انا تيظهر لي بان انا قلت بحال اللي قلت لك هذه المصطلحات هي حسب الظرفيه. كل واحد القاموس. خذي المثال ديال الفرنسيين كاين كتاب هكذا خارج على مختبر الألفاظ عند اليسار، لأن هذه طبيعية.